هتكلم اليوم عن الرواية الفلسفية بعرفها والأمور المتعلقة بيها. أول حاجة يمكن تعريف الرواية الفلسفية برأي ديفيد كينغهام إنها نوع أدبي تستخدم فيه العناصر المميزة للرواية كوسيلة لاستكشاف الأسئلة والمفاهيم الفلسفية في شكله الأنقى، ربما يكون أنسب هو تحديد تلك النصوص المفردة نسبياً والتي يمكن القول إنها تنتمي إلى كل من تاريخ الفلسفة والأدب، وبتحتل مساحة غير محددة بينهما. اليوم غالبا ما يستخدم المصطلح للرواية الفلسفية بالتبادل مع المفهوم الأحدث لرواية الأفكار، على الرغم من بعض المنظرين سعوا لإنشاء تقسيم واضح بين الاتنين. زي ايه الرواية الفلسفية مثلا؟ رواية مين؟ زي دوستويفسكي مثلا. الأمر بيرجع إن الفلسفة مهتمة بالعقل التحليلي اللي بينتج الأفكار في صورة نثرية، أما الأدب فقوامه الغموض. يعني تاريخيا كان أفلاطون مرتاب من الفن لأنه لم يكن له القدرة لأنه عنده قدرة كبيرة جدا على خلق أكاذيب لها فرادة في إن هي تسيطر وتعطل سير الحقيقة، ودي نظرة أنا بشوفها متعسفة جدا، إن الخيالي بيدينا مثل ما يدينا المنطقي. كل منهم ليه موضوع، يعني الأدب ليه موضوع والفلسفة ليه موضوع، بس في تداخل بيحدث وبيحدث كثير. الفلسفة بتهتم بكل ما هو عام وكلي، الأدب بيهتم بكل ما هو خاص ومحدد. الفلسفة بتخلق الحقيقة وتكشفها، والأدب بيخلق الوهم. الوهم مش بالمعنى السيء، إن هو بيخلق أشياء ويطلب من الأشخاص الآخرين الإيمان بها. بالرغم من ذلك كان أفلاطون نفسه في الحوارات وفي الجمهورية بيكتب بأسلوب روائي، وغيره من الفلاسفة مثلا مثل نيتشه وشوبنهاور وسارتر ليهم لغة أدبية عالية جدا. ممكن تناقش الروايات مفاهيم فلسفية، وده اللي بيتقصد بيه الروايات الفلسفية. يعني دوستويفسكي وهيرمان هيسه دايما لما تيجي تقرأ الروايات بتاعتهم هتلاقي فيها فلسفة كتير جدا. فلسفة مش بشكل نسقي أو منهجي، فلسفة بشكل شذري أو بشكل حبكة. عشان كده دايما في تضافر وتبعية بين الاتنين، بين الأدب وبين الفلسفة. ممكن نعد حوارات أفلاطون اللي نقلها عن أرسطو أول شكل الروايات الفلسفية المعروفة، لأنها نوع من السرد الصافي. الفلسفة ما عندهاش الكثير من الأساليب الأدبية، ما عندهاش نفس اللي موجود في الأسلوب الأدبي من الطرائق الكثيرة، والأدب كمان ما عندوش بالضرورة الحوار الفلسفي والمفاهيم الفلسفية والمعاني، ولكن التفاعل موجود دايم وحاضر ومتجسد على مستوى معين بين الاتنين، ولكن بشرط ان اساسا الكاتب يكون عنده أسئلة فلسفية كتير. ما ينفعش بالنسبة لي، ما ينفعش فهم الفلسفة والأدب بالكامل دون بعض الاهتمام بكليهما. فمثلا فلسفة التشاؤم يمكن فهمها من قراءة كتابات شوبنهاور وكافكا مثلا. الرواية يوجد بها نسائر لأفكار فلسفية متعددة الاتجاهات. النقطة هو أن أنا بشوف دايما أن الإنسان بيتكون من أشكال من الطوق، أشكال من الطوق بتغذيه. أشكال من الطوق دي فيها الفلسفة، فيها العلم، فيها الأدب، فيها كل أنواع الخلق. ما ينفعش ياخد شيء وما ياخدش التاني، يبقى كيانه ناقص. كيانه إيه؟ كيانه الجمالي ناقص. يعني أقصد إن كل هذه أنواع الإبداع المختلفة ليها أبعاد فينا. حصر الكائن في شكل واحد بيخليه لا يستمتع بجمالية العالم بشكل كامل.